واستمرت الفتوح الإسلامية في باقي المملكة الفارسية، وسيطروا على عدة مناطق. وهكذا انتهت دولة الفرس، هكذا انتهى كسرى، هكذا سيطر المسلمون خلال فترة وجيزة، فعلوا من الأفعال العظيمة في مدة عمر في البلاد الفارسية ذات الشوكة العظيمة. فتح هائل عظيم ابتدأ في السنة 12 للهجرة في أول مناطق في الأبلة، واستمرت هذه الفتوحات إلى وفاة عمر رضي الله عنه. تمموا الفتح بلاد تبتدئ من حدود بلاد العرب غربا وتنتهي إلى ما وراء النهر، وبلاد السند شرقا، الخليج العربي جنوبا، وبحر الخزر وأرمينيا والروس شمالا. وقائع عظيمة أشهرها الأبلة لخالد بن الوليد، والقادسية لسعد بن أبي وقاص، ونهاوند للنعمان بن مقرن، ووقعة يزد جرد للأحنف بن قيس. لم تنتكس لهم راية، ولم يفل لهم جيش، لم يرى المسلمون في وقعة من الوقائع مساوين أقرانهم من الفرس في العدد والعدة، لكنه الإيمان، الإيمان تأييد الله رب العالمين. وتأييد الله سبحانه وتعالى ظاهر وبين، ومن ذلك التأييد ما ظهر بشكل واضح في سرية جيش تحرك للمسلمين في بلاد فارس، ووصل إلى منطقة تسمى درا بجرد. سارية ابن زنيم الكناني وصل إليها في جيش من المسلمين، وإذ بالمشركين قد خرجوا إليه في الصحراء، فبدأ القتال. في هذه الأثناء كان الفرس قد طلبوا المساندة ممن بقربهم من أكراد فارس، وفعلا ساندهم أكراد فارس فأمدوهم بجيش، ووصل الجيش والقتال قائم، فانضم الجيش الكردي إلى الجيش الفارسي، ودهى المسلمين أمر عظيم، أمر جلل، جيشان يهجمان في وقت واحد، وهذا في صحراء. كان عمر رضي الله عنه قد رأى في الليلة السابقة للمعركة، رأى فيما يرى النائم ما عليه المسلمين، رأى جيشان يهجمان عليهم وهم في صحراء، هذا قبل أن تحدث المعركة. فلما صار الصبح وبدأت المعركة فعلا بعد صلاة الفجر، قبل أن ينصرف الناس نادى الصلاة جامعة حتى لا يخرج أحد، فجلس الناس يستمعون، فبدأ يحدثهم ما رأى الليلة الماضية. قال: رأيت سارية بن زنيم مع جيشه في المنام، ورأيت جيشين للكفار قد هجموا عليه، ورأيت المسلمين في حال عصيب، رأيت كل، بدأ يشرح لهم ماذا رأى، والناس في قلق، هل رؤيا الفاروق حق أم أضغاط الشيطان؟ قال عمر: أيها الناس، إني رأيت هذين الجمعين، وأخبر بحالهما، وجلس ينتظر والناس ينتظرون. ثم فجأة بدأ يصرخ وهو على المنبر: يا سارية، يا سارية ابن زنيم، يا سارية ابن زنيم، الجبل الجبل، الجبل الجبل. ثم أقبل على المسلمين، قال لهم: رأيت جبل قريب من المنطقة، وكنت أصرخ لعلهم يذهبون إلى هذا الجبل، إذا ذهبوا إلى الجبل سينجون. ثم قال: إن لله جنودا، ولعل بعضهم، بعض هذه الجنود أن تبلغهم، لعلها تبلغ المسلمين. وسبحان الله، تحدث الكرامة، والكرامة أمر خارق للعادة، قريب من المعجزة، لكنه لا يحدث لنبي، يحدث لإنسان صالح، يكسر الله سبحانه وتعالى به قوانين الكون، ويقدر الله عز وجل أن يكسر تلك القوانين لعمر، وينتقل هذا الصوت إلى أن يصل إلى سارية ابن زنيم، فيسمع هو ومن معه الصوت، يسمعون صوت يناديهم ما يعرفون من أين: يا سارية ابن زنيم، الجبل الجبل. فانحاز، تحرك فورا نحو الجبل، ما استطاع العدو أن يهاجم إلا من جهة واحدة، لما كان في الصحراء كان يهاجمون من كل مكان، لما تراجع إلى الجبل صار فقط من جهة واحدة، فأعاد ترتيب صفوفه وهجم على الكفار فهزمهم بإذن الله، وأرسل إلى عمر بن الخطاب بأخبار الفتح الإسلامي، وأرسل الخمس
وأرسل معه جواهر عظيمة، فأمر عمر أن تؤخذ هذه الجواهر وتباع وتقسم على الفاتحين. الرسول الذي جاء من قبل جيش سارية سأله أهل المدينة: هل سمعتم شيئا يوم الواقعة، اليوم الذي حدثت فيه المعركة، سمعتم شيء غريب؟ قال: نعم سمعنا يا سارية، الجبل الجبل، فلجأنا إليه وقد كدنا نهلك. أي كرامة، أي تأييد من الله عز وجل. قد يشكك بعض الناس في مثل هذه القصص، وهذا لهم الحق في ذلك، لكن الله سبحانه وتعالى يقول: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ثم أليس الله على كل شيء قدير؟ فإن كان حدث ذلك فهو أمر بسيط من قدرة الله رب العالمين. وهذا الخبر يرويه الطبري، ويرويه ابن الأثير، ويرويه ابن كثير، ويرويه ابن خلدون، ويروونه المؤرخون الإسلاميون جميعا تقريبا. هكذا كان تأييد الله عز وجل لهذه الفتوح، واستمرت الفتوح، ففتحت كرمان على يد سهل بن عدي، وهي ولاية ما بين فارس وباكستان، وفرحت سجستان وهي من بلاد الأفغان، وفتحت مكران وهي بين الفرس والسند، واستمرت هذه الفتوح متتالية، لم تنكس لهم راية، ولم يفل لهم جيش إلا معركة الجسر، سوى ذلك كلها انتصارات. لما نرى هذا، لما كل هذه الانتصارات الباهرة، الفتوحات العظيمة؟ ما كان ذلك إلا بتأييد الله رب العالمين، وباتحادهم وائتلاف قلوبهم. نحن عندما نقص هذه القصص نريد أن نعتبر، نريد أن نتعلم من ورائها. صاروا جسدا واحدا، كأنه قلب واحد في أجساد شتى، رأي واحد، قائد واحد، الكل يطيع، الكل يلتزم، لا تردد، لا فرقة. ثم انظر ما تلوته عليكم في خبر رسل سعد بن أبي وقاص إلى يزدجرد وإلى رستم، ملوك الفرس، قواد الفرس، جواب واحد، منهج واحد: خرجنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. هذا السبب الأول: نشر التوحيد، نشر الدين، نشر العدل الإسلامي من جور الأديان إلى عدل الإسلام، وهو أمر ليس فقط لصلاح الآخرة، وإنما هو لصلاح الدنيا والآخرة. ديننا دين عظيم، لا يصلح فقط علاقة الإنسان بربه، وإنما يصلح علاقته بنفسه وبأهله وبالناس أجمعين، وعلاقات الدول ببعضها، والحاكم بالمحكوم، والمسلم بالذمي، وكل هذه الأمور. ولنخرج الناس من جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. أين كان العرب الذين ينادون بالعروبة دون الإسلام؟ أين كان العرب قبل الإسلام؟ أما كانوا متمزقين، ليس لهم شأن، ليس لهم هم إلا النهب والغارات على بعضهم؟ ثم جاء الإسلام، وجاء معه الخلفاء، ما كانوا جبناء يخشون تهديدا أو يخافون وعيدا، ما كانوا دخلاء يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، ما كانت مذاهب متشتتة متشعبة تشتغل بسفاسف الأمور وبفلسفاتها دون أن تطبق، وإنما أمة كانت تحول النظريات والمثاليات إلى واقع يقتدى به. ما تركوا الأمر بالمعروف، ما تركوا النهي عن المنكر، ما اشتغلوا بالزهو والكبرياء، ما انشغلوا بالعجب والتفاني في حب الدنيا والأموال، ما انشغلوا بالمناصب والمفاخر، ما دبت بينهم العداوة والبغضاء كما يحدث بين المسلمين اليوم، وإنما مظاهر جادة تدل على تقوى القلوب وصدق العمل، لا يخشون في الله لومة لائم. أمة هذه أحوالها، أي عجب في أن تنتصر. فتحوا، ملكوا في زمان يسير ما لا يتصور العقل أن تصنعه أمة بهذه السرعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا وولاة أمورنا
ما فيه السداد، ما فيه الحق الواضح والبين، أن يرشدنا جميعا إلى الطريق السوي المستقيم، منهج الإسلام القويم الذي لا يزيغ عنه إلا ظالم.